الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال. وكتاب يعني الفقه المنهجي سيب وعي كجرني أركانتي يشرودي قولك لها الركن الخامس ركن يتير كيشنا هذا وقد ما هي أركانتا أشاهداني والله ودي مرخاتي تمهيد وقبلك إن عقد الزواج عقد يحرد قولك وإن كان هبا هذا كغيره من العقود عقودي كلبا هل مذا هذا التي عقودها سيشترط فيها الرضا والإيجاب والقبول إلا شردين يرها لها شيء إيجاب قبول لكن الإسلام إسلامه لكن الإسلام أحاط هذا العقد وحو كحيري بهالة من التعظيم والتفخيم هالة ووحبضا ولبهالة وحي نادان ضرورها يا فضتك استول صارا اي الى يعني بهالة ضرورة اما وحف ربضا او من التعظيم والتفخيم وينين ايو كحيرة وطبعا هو حانكوشا بطابع ديني طابع مركز ايوية لأماشا بالدينية وسبقه هو حانكورنشي ايو سباغي سبغة تعبدية سبغة ينهنشي ايا بالش عباده فجعل الإقدام عليه كهر مردي صلى الله عليه مريه وحكي لي طاعة لله عز وجل إلهي طاعة ويهيم وقربة إيد واشا من القربات التي يثاب عليها يوح إلهي لو قد واذا وحي لي أجر كلا يهري تري كم ذا وعليه العلماء عقد يقوركم حبالا ماذا هذا عقودي كلي ee lagama maarmaanka u haraali aashu ee ijaabki iyo qabuulkuna ay calaamada muujinaysa waxa ay raali noqoshada hawla mid ahaadee laakiin haddana waxay leeyihiin aqdigan isaga uu ka duwan yahay uquuda kale ama heshiis kiro ama heshiis iib ama heshiis shirkadeed uquuda noocaas uu ka duwan yahay oo islaamku wuxuu ku dayiray يعني وحفر بدن او وينين اي مركا بومبورين اي سريسينا وحن مركا دي طابع اي اي مركا شامبل اي دقن مركا دينات ايو كدقن سبقا اي مركا سباق وحو سمي يهنج عباديسي مركا ساو حكي اي عقد اي قورك كهر مرديسا اي كدغاق ديسا إنه طاعي إلى هي يوح إلى هي لو نوضع لك أبانيين ويهي حتى ولما كان مرخو هذا لعقد النكاح عقد النكاح مرخو سر هذا نتائج خطيرة نتيجة خطرة أو تترتب عليه كرتب ميسا أو من حل المعاشرة أهم إلى حلال وذا نغم كي يسو تجي بين الزوجين لابد المركز اللي سكوري يدحدوه إن معاشرات يكون كود حلال نقضه ووجوب المهر والنفقة إنه كواتب يمهر ينفقه وثبوت نسب الأولاد يسوق ناشها النسب كي أبترسينتي عيالك واستحقاق الإرث دح المدشدي ووجوب المطابعة ولزوم طاعة يجري واجب تاعي راعد يأدي عيدها وين ذي نكاذير راعدو هل كو دجيه اي لديتو انا يعطي عدانا اي مركا لازم هنا غريصو مركو نغضي عقدي قوركو عقدي خطرتا هاي النتائج تاس اي الرباس اي كدران ايام وكانت هذه النتائج اي هاتين النتائج تا اي واح كدران ايام عرضة للجحود والنكود مد اطها الله صورتا قال اي تهي الا دفراء الله انكرو أي هاتين أي من كل من الزوجين متك السؤال لبدو ذكا هذا لا إنو دفروا إن كرا أي صورة قلت أي عرضاء يؤبن يالو احتاد الدين لها دين تمركا وأود ذلك وأوجب وحواجبه حضور شاهدين
laba markhaati inay joogeen cala qalli ugu yaraan yashhadaani labadaasoo ka mara kaca caqda zawaaji caqdiga guurka washarada fiihima islaamigu waxaan u shardiyay shuruudan tajcaluhumaa ka yeeri labadaa markhaati makaana thiqati walitminaan meel lagu kalsoonaan karo oo lagu xasili karo macnaha markhaatiya lagu kalsoonaan karo oo lagu xasili karo liithbaati tilka nataaij nataaijtaas sugitaankeeda إذا ما دعت الحجة إلى شهادتها مركب مرق فركود الله باهدو أي حاجة يباهي كنتو فيما إذا دب مركب وقرقورتو صادح قلو شقاق خلاف بين زوجين اللي بدي يسقب دحو مرني خلاف ويبادو أو تنكر منهما أحد أو تنكر أحد منهما أما مدلو لكمد وينكرو لحقوق هذا العبد عرض يا حقوق دي سير ونتائجه نتيجو ينكيسا waxay leeyihiin culimadu caqdiga zawaajka waa caqdi khatar ah waa caqdi weyn waa caqdi ay ka ratibmayaan waxyaalo fara badan iminka dee haddii la shuraakoobo ama wax la kala iibsado ama yacni wax kale la isugu yimaado lagu heshiiyo dee labadii qof way kala baxayaan waxay ku kala baxayaan markhaatiya dhaar yar bay ku kala baxayaan waxa kala raaca waa adduunye yar bay noqonaysaa oo laga yaabo midii waxoogay adduunyaha laga dhaco oo mid adduunye yari seegto ayaa dhici kartaa laakiin caqdiga guurku taa wuu ka duwan yahay laba qofoo kale ajnabi aha ayaa ku kulmaya oo mucaamalo iyo kulan baa dhex maraya oo ku xalaaloobaya meher baa haweenadii ugu waajibaysa nafaqaa ku waajibaysa aruurtii halkaa ka dhalatay ayaa ninkan u nasab sheegaysa u nasab tirsanaysa labadii qof haddii ay dhintaa midkoodida kii kale wuu dhaxlayaa yacnii haweenaydii dee inay ninkeedii raacdo oo ayaa deecdo ayaa ka dhalanaysa maadaama oo waxyaalahaasi ay ka dhalanayaan suurtagalla bini aadmi ay ka tahay in uu midkood dafiro ama labadoodiiba dafiraan wixiiba guurkii iyo wixiisiba inay dafiraanba oo dabeetana halkaa kulankoodii hadal ka soo baxo oo meherkii iyo wixii laysku lahaa hawada u baxo oo caruurtii nasabkeedii hawada u baxo oo dhaxalkii waxa la wixoo dhami muran galan ayaa suurtagala in laysku dafiro laysku inkiro taa iyadoo laga hortegayo daraaddeed ayaa diinteennu ay u dadaashay oo la yidhi ugu yaraan markaa dee waxaynu soo maray ninkii iyo haweenadii la helo weligiina la helo weliba ilayn labadani waa hadhow cidda isqabsanay saddexdani waa kuwa hadhow isqabsanaya ee isqabsi uu ka imanayo cid saddexdoodaa ka baxsan oo ka markhaati noqda haddii hadhowto uu khilaaf iyo murayibado ama midkood uu inkiro xuquuqdii uu caqdigani lahaa ayuu shardi ka dhigay in laba markhaati iyo wax kasii badani ugu yaraan ay goobtaa joogaan weliba markhaatiyada cidunu cidaynu inay joogta lama odhanin waa markhaatiyo shuruud leh oo lagu kalsoonaan karo oo lagu xasili karo oo hadhowto ka markhaati kaca haddii uu labadii qof muran dhex yimaado ama midkood xuquuqdii caqdigani urahaa la inkiro cid ka markhaatigacdoo markhaatigeedana la qaadan karo oo hadhowto wax lagu dhisi karo waa inuu yoorto markhaatiga arrintaasaa keentay waana ugu yaraan laba iyo wax ka badan daliil wujuubi shaahideyn fii caqdi nikaax daliilka inay waajib tahay in laba markhaati caqdu nikaax loo sameeyo wa daliilu calaa wujuubi wujuudi shaahideyn fii caqdi nikaax daliilka u daliilka waajibnimada helidda laba markhaati caqdu nikaax in loo helo waa qowluhu sal allahu calayhi wasalam uri laa nikaax ilaa biweliyin nikaax iyo guurma ansaxiyo welilaan washaahid ee cadlin iyo laba markhaati oo caadiliina wamaa kaana kayra dalika wixii guur ee sidaa aan ahayn ee sidaa kayrkii ahaada ee welila-aan iyo markhaati la-aan noqda waa mutafaq hadduu welila-aan iyo markhaati la-aan noqdo culimada cid muslimiinta ka mida guurkaa qabtaa ma jirto hadduu welilaan iyo markhaati fahuwa baatilun hortu weeyo wamaa kaana calaa kayra dalika fahuwa baatilun
هدو ولعان يا شاهد لعان نقضو وبادل باتفاق الفقهاء ومحي نقرأ يسامحا صاحرة يبركي ولي يبخاتي ولقى صار ماشا دينيكي يهو يرد بشكو صاحرة وانه قرسدي وانه أقبل ينبع صاحرة يسا أما يقرسي وانه قرسي ما صاحرة يسا وانه قرب ما صاحرة وانا مسألة مركي علماء وكهد ليان مذاهب تقبس شوه يقول لغن كوه اي ديدان لنا تلفيق تلفيق ومحيين نقول مذهب تنقر صدوه وحي قرطه وكل رقم وبنانتي إنه تنقر قر صدوه وكل رقم وبنانتي لكن لابد المذهب أنتم مدب وحكا صوقاته إنه دبيتنا كباليو مثلا آري لابد المذهب مدب من نقبين أيضا ما بنانا ومذهب تنقر خطبا وحكا لنقل الآن لكن مرخات بيقوان قرن مرخاتنا أم بيقوان لكن ولي بيقوان مرخاين المالكية ذرا لينا وحن قصو قادر يا مرخات الآن حنفية ذرا وللآن ما قصو قادر يا دم يتنوح عن كيك لنا يا أول مرخاين نجي هوا نحس قصو حرام دي تالوا يا مهب النوم مقاو تلفيق ما لينا ذا بس هذا النوع عاسا ويدي دم فوق هذا مرخا هدي ولكن ولي من غي كلي يا أما شاهد من غي هو مسألة علماء ذا يسكو خرافين أي رواتين هروا قصو هذا لي شروع رواه ابن حبان في صحيح كوريي شروط شاهدين لبدا مرخات الشروط دول يشترط في الشاهدين الشروط التالية شروطا صوصعتا ايا الله شرطيا الى لح شرطي ايا نوشيقيا شروطنا وشرية طوران تكره وعينو كهليشين دونا ورقدينا ألي والإسلام وإسلام على الشرطيان فلا يصح ما سعي عبد النكاح بشات غير المسلمين ما يفرك إلى المسلمين هين يين مرخاتي كالنقضان كما سعي لأن لعبد زواج اعتبارا دينيا اعتبار ديني يقول لي فلا بد أن يشهده وإليه كم ركعان ممن يدين بدين الإسلام الدين دا إسلام كدينها محمد إسلام ولأن غير المسلم كرم مسلم غيري لا يؤمن بشهادة على المسلمين مرخاتي سابه ومسلمين ده كفر أيانا لقاء من قلنا أضف إلى ذلك واحد قيس إلى أن شهادة ولاية شهادة هو ولاية مسؤولية فلا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم لأنه لا ولاية له عليه وحو لا يقوم له قال الله تعالى إلى يعني والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض والمؤمنون يعني بعد ما إلى مؤمنين تا يوم مؤمنات يم بقاركود بقارك كلا أولي وجهين وقال تعالى ولن يجعل الله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين السبيلا إله يويا لما يقال هذا مؤمنين تفرقوا هذا الشد ويا لما يو وحى إليه عمد الشرطية كوايا مرخاتية الله الشرطية إسلامي أي الله شرديا مركا ما أنصح عقد النكاح إن أنقار المسلمين هين مركا تلقى دكتور لأن عقد الزواج وحوله اعتبار ديني صاين وصو شاقني مركا إذا أن دين دا إسلام كأن مسلمين ربيسي مركا تكمن أمخرته لأنه هبهنا مركا تيجي سدين أمخر صوران ماي حتى أين المستور الإسلام يهي لما أقبل ويسان ويسو عدي هدين مكتدك دي أرمضة هي قاركودنا مسلم هي قاركودنا قالة يهين ما شونا يفضيهم لما أقول وين لو جينا يكون مسلمين تأيهين مثل ما شهادة هو ولاية بين هذين شهادة غير المسلم كان لما أقبل أيه ومسلم هو أقبل أيه لأنه ولاية كبره والمؤمنات بعض أولياء بعض ساسي هادو والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ساميه هيد شمحان والمؤمنات سوى المؤمنون ها والمؤمنون والمؤمنات وايانا والمؤمنون بعضهم اولياء بعض بركوت بركه كره اي اولياء يهين وقال تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا هلك ايات والمؤمنون والمؤمنات ما دعدي باء الذكوره
وحق الله شرديا ننمو فلا ينعقد كما قلت لي عقد الزواج بشهادة النساء دمر مرخاتي كما قلت ولا بالرجل ومرأتين نين يلا بات دمرنا كما قلت قال الزهري رحمه الله وعيلي مضت السنة وحي كسعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا تجوز شهادة النساء إن علي شهادة دمر مبنانين في الحدود والنكاح والطلاق والزهري تابعي وي ومثل هذا القول هذا الكرو كلنا في حكم الحديث المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرى إلى يوم من المدية على ما قرره العلماء صداع علماء ذو كسوغير ها إن ها والمؤمنون والمؤمنات بعض أولياء بعض بقى مخا مؤمنين تبع آيات دخقوان والمؤمنون والمؤمنات بعض أولياء بعض مخا والمؤمنات هم مخا ينصر غادي مخا والمؤمنون وين الرعيك ولا تسدي مركا وحا كلا شرطي قال لبا دي هاي ذكورة ننمو كما قلت لأي عقدي مركا قوركو دوار مرك فركود أما مرخاتي قل كود نيني يلا لها وين هنا كو قلت لي مايو دوار كو وحي كم مرخاتي نقضان مال إيا وحي مال لوغا قستيو سيعيد القرآن قلت المام يسير مركا مال إيا مال وحي لوغا قستيو يا وحي الله دوارك قصي مركا يتحي أي أي نم إيا لبا دوارك مركا عام لكن قولك مركا يتحي نم إيا لبا دوارك مركا عام أبو حليفة ساقبة زوري أو تابعي وين أبا وحو لا إياه سنوه وحو كتا إياه رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم كسبنا هذا إنا رأي بنانين مركاتيك دوارك أي حدود إيا قولك إيا فريق مركا عام زوري نوا تابعي وحي لا إياهين سيد سحابي ومركو سيد إلى هذا أكرى من السنة سحابي إلى هذا حدو تابعه ونساس أكرى إلى هذا من السنة بحديث رسول الله أكرى إلى أي مشيق إلى أنه السنة كما سنة رسول الله المتلو سيح علماء السجاد جيم العقل والبلوغ وحق الأمر خاتي هذا شرد يوقع جاري عقلي فلا ينعقد عبد زواجكم أحرمه بحضور المجانين كووالا قوم شو قد وصبياني يعرف حسبه كريا لأن عقد الزواج له مكانة خطيرة مكانة سيميشي سخطرت أبو الله هايو فالاقتصار قابس شو على حضور المجانين وصبياني لو قابس ذا استخفاظهم يوافض يتسي وعليه علماء واحد قرار شردي وشردي يصدي حدي أفراديهين إنه مرخاتي ذو عقل الله إنه قانقاليهين مرخاين dad walaan marxaati laga dhigto kaliya ama dad sibiyaan iyo ciyaal marxaati laga dhigta ayada guurku kuma xidmayo kaliyood baa laga wada laakiin haday meesha dad waaweyn oo caadi ah joogan deer qaar walaan badal iyo qaar yaryar ay waxba u dhimaayeen joogidoos laakiin waa dad walaan oo khaliya ama arur khaliya ama dad walaan iyo marka arur khaliya waxa ay abdu sawal de waa kaano soo tilmaamay oo waa ka khadiir ka weeyey marka inta dad walaan iyo sibiyaan lagu daayo waa fudayd sala fudayd sala iyo weey dal al adalatu wal zahira qof markaati ay weyn iyo qof caadil wala muqaal zahira han iyo muqaalka guud baha ahatee yajibu wa wajiba an yakuna shahidan adlayn wa in yihin wala min hayth zahir haqa zahiran baha ahatee ay bi an yakuna wa in hadan masura al hal haladoodu ku way asturan tahay ghayr zahir al fisq aw fisq goodu muqani wa in yihin وإلى لو عادلين هي المرخاتية داسي ولو مرقى ظاهر هم بها هذا معناها حالة دودة هي سرنتا هي أنفسك هي حنان لبلا سو شعب حي آنا يحي فلا ينعقد زواجكم المنتهي بالشهادة الفاسقين المجاهرين بفسق لو فاسق وفسق دودة الله سو بنام بحي ولا تشهري إياكم المنتهي ولعدم الوثوق بشهادتهم يهب وتأيام مرخاتي وذا لوك السونانينو يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسقون بالنبأ فتبينوا مركو الرئيس ودي هل كان اللي تشوشنا وبرقوا بيبا اللي كانوا حشيكي مركو تشددي لقالا هابا يعني مرقل انت أيام كوري من السماش كم حيسا ها أسمعوا وين وحمق لأيام مرخاتي فلا يرعقد الزواج زواج يقول بكم أحرمو بشهادة أصمين اللواء اندالا اللواء دقالا
أو نايمين أما لبا هردة علما ما يشكل هورين أيها أيها تشوقين ليرادو لأن الغرض من الشهادة لا يتحقق بأمثالهما لو ذا وحي لم يذا وشدي الشهادة لقد أكبر حقيقه بيو ولأن المشهود عليه قول وحا لغا مركعي وقول فلا بد من سماعي مقل كيسا لغا مرمانا وحا مرغاتيه لو شرديا مقل مرغاكو محي لما قوركو لبا بيقرا أما لما فردون وحبا مقلين وخورين ليا لأن وشدي الشهادة لقرا هاكو أنكو حقيقه بميسو لأنه وحال لقى مركع يوا مرخا وحوي هذا هذا لولي ولي وان كوجري إن أنت إذا أو أنت سو مهران كوجري كي كان لي وان كعبلا يجورك وان مقليا قف قال الله وارك يا لكن قف وان مركع وحب مقلي ندمه أما ما يعني هردان مركع تكن غناي والبصر أرق ما الله شرديا فلا ينعقدو كما جندوي بشات العميان كون نارا مرك فركو هذا كم جنتي ما عن مرخات جاب شوي نوى كم جنتي مايو لأن الأقوال لا تثبت أقواش كم بس جناته إلا بالمعايرة والسماع أرقتي هي مقل ما يكون حرنتها وعقرا شرد وع أرق إما أرك أيام ضفق وحجورين هي كان أقبل أيام هذا الكيس راعي مقل أيام مرخات قوي إن لما مرك فركو أما جاب شوي جود كما قلتها لأنه هو حضل حضل بقى الله برخات الأيام يقول إياه حضل كنوى إنا تقف وكو حضل إياه ما أركيسا كم مركا عاد مقريسانا قف قعين بقى الله مركا مرك فركيسانا دواتينا وشتاع عبكم مرينيه إلا شنقو عبود أيوم بقى اللو أقول يا هيتينا كمان مدها هالكم شروطي إنتا أيو إنوشا ينعلمادو وحرين تلمانين يشرود يهين شن إيه طبعا إسلام ماذا أقوه الرئيسة قانقاد أغل ذكورة حرية أوني شيئين ويمكا كتاب وقتا معاصرين تبدأ نوحي حرية دي أدو ماذا لحليلا دي وحي آيات كقرآن يا حديث ذا كسار وليم وين تبدأ مسوقاتا عدالت بامكا شرد أينا وين صوت تلمان صنعي بصر أيها قول الله مرمان مقال يار معرفة لسان المتعاقدين وحكى الله الشرد يوانا علمو دي روشيقين لابدا مرخاتي وإن لابدا ليسو كم قورين ايه كلو قورين ايه وين ايه قانا اللقودة لابا انجليسي ليسو قورين ايه حدد الله افصبالي وين ايه قانا اذك فلسوة مرخاتي وان واحد اما لابا ارمو اس قورسان ايه وان الله حاشو اذف كود ما قرن ايه من مرخاتي وان اقول كرتين وإي واحد اسلي ايه ما قرن ايه سين مرخا معرفة اللسان المتعاقدين عدم تعين للولاية وحكى الله شرديا إن أنا نقف جنب مرخاتي جاهيم وعينه من ولايتي ومثلا هل كان سكرت بدنك صباحا ومثلا أبيه وده سوى كلي أما أوجي وكلي أما ولا الكلي أيه ولجيه بريتنا ولا أبو وكيل شيء وحنا مرخاتي نقضي إسقي إيه متكرم مثلا ده كون صح ما يسمى isayee waxa lagu beeshi waxa jooga saddex afar qof baa jooga mid waa deeniki wax guursareeyeen iyo nin walaalada iyo waliga kaliya ah aabaha ama walaalka ah walaalka kaliya markaas ah waligi wuxuu wakiishay wadaadkii kana wakiil loo guuray maxaa soo haray markaa isagii oo wakiishay wadaadkii iyo mid kale oo marxaatay baa soo haray تقول فقوح بما يبنى عدم التعين للولاية لأنه يساق مرحة مرحة دو يساق كلية هاي كان هو وكيل كيسي وحوش يساق لها كان وكيل شيء بقى قبرها هي مرحة مرحة تمجل كرو لكن هذه أولياء الدفع ربنا هذا يصدح وراء له كرائيهين ومدنا قورينا يلا وضي كلنا مرحة النقضان تاسيه ويكون صحيح لكن عدم التعين للولاية مرحة كلية هاي أو كيش عيار إنسان مسألة هالسين ومسألة كفاية الأخيار كذا بشاعة شرحنا وكه الله علماء في ربضني أنا يفهم من أو حي الأدار ولي جي يزوج هو وكيلا كران رخص أول حنا الله وكلا الولي أو يزوج أو أحدهما هدو ولي وكيش عيار مزوج أمر له بدو ديبم أو حضر الولي ووكيله ولي جي يوكيل كيس لا حضري وعقد الوكيل وكيل كي ما عندي سويه لم يسحمان صحيح
مركا معنوه معها باب خاص أولي هي وكيل كي يود شو يقول هو كويس ما هي معنوه معها وأنا سأ ظاهرا لا فهمي أول مسألة إنه كان الله ما وحوي مركا أولي شاهد كان نقضا مركا عقدي ومركات كان نقضا أولي هاي كاولا يدو عينه بي وهي لكن هذه أي شهود كلا أي كلام أما بدأ أولي يدو أي تريهين تا يدو مركا وكويس حيا شرط قال لي أطول ورشد إنه مركا رشيد يحيى قف توصل ويحيى قالوا ده مركا قف يمحشر عليه جاهين مروا أول إنه لا يحيى قف بقر يشرف له وإنه يحيى نطقي هذا هو إنه مركا قف هذا لي يحيى قف مركا آخر الصهور يصير هذا الكسر بحينين ذهبهم حفري التعدد شرط يا شريط هذا وجود ميرا وإنه إلا بقي وحكة بدن أيهين ساسي مركاين وقولنا ماذين شروطي ولا هيد أركانتا جوركو وحنا نتكلمان أركانتو إلى الزوجة هي زوجة نينك أيها ولا يذكر سريع ولا يلا ولا مركاتي السيقة أيها حيين زوجك سيدات شردي ملها زوجة لا تضرب شردي ولا هيد ولا يقوح راح تضرب شردي شاهدين كرشان يتضرب شردي أقوال آخرين ولا هيد سيقة دونا أفضل يطول شردي أيها يسوقين تودنا وأفضل يقنطن شردي أفضل يقنطن كاش شردي نحي قرانا ينبع وحبورين هديك لما حربو قل أهل شهادوا على رضا زوجة هل كان وحي نوقع هذا يا العلماء ذو مرقلين زوجة هل لها شيء يصحب وحل سنة يا أهل شهادوا مرقلين على رضا زوجة زوجة دينير هلكة بعقد النكاح عقد يقولك وذلك هو حوية بأن يسمع الشاهدان الأمر خاتوين المقران بشروط المذكورة أو كسر الشروط إلى قصر الشيء في شروط شاهدين لماذا الشاهد شروط هذا؟ إذن المرأة ورضاها حوين إذا كذا يرهى اللي أشيده وين مرخاتكيهم بأن تقول وين اعتراضه رديت بهذا العقد ما كره النقضي أو أذنت فيها موان إذني وذلك أسرى احتياطا وود ذلك ليؤمن إنكارها بعد ذلك سيلوغا آمن نقضة الضفرات هذا وتعي ضفرته هل كانوا مثلا ذي شيء جيّو؟ يعني واحد لقى ما مارمارا وصلنا أبيلا ذن علم ضعفي عن حوالى ذي ده مركى أما ده قال عرملا تقول جي ذي قرينا يو أما إيران ما عرملها هاتين مركى أول جي غير مجبر كا أرو قرينا ينن مركى أما إيران تقول جي كردي أولي ورانه هي أدرى ذي قرينا ين أما أبي أبو جي قرينا لكن إيران تبكر ذي ذا أنا أهين وحونا يقسم بين هذين إن لما مرخات أي كم مرق النقدان حوين ذي المرك يذم يسوع يرهلك النقدان يسوع إعلاء ذا يجور كري إنك إن لي جور يرهل بانك هاي وري وان كويد ما يجور مرك إعلاء ذا وين مرخات الله سبيا هدوات إنه تلمنا إذا وحنا اللي ويدين بوي مخسك صفر يسرع ياهو وخسونا يا شيخ وهذا هو كيشة مركز مهركي ودير سام مهركي دم يقول مهر ما ودي ما الله حدنا هو يد أمر وده هذين بري مركز مركز وين لسكه هو بيأوي مخلاه الله أمي مخلاه الله حضنا إلى وقف المدير وين مركز لوك سبيا مركز هو رزقور كا وقرار السيد ميسو سعر هذا وين كريم لأنه واحد أي كرتا ده وحوي جرك بات يا أنت وكأنه إذا ترى هذا جبي سو رحمه خبرنا ندمين أرضنا تغني كذبتي واحد شيء سب ده رقول الله قبل مركز هذا جديد وترى نخبر ندمين وحمر خاتيرا وموسى لينين هالكي مركا الله يسلق قبرية مركا ساري تاسيون لغير لو يعين من نقضه وإن مركا يقرر يسيقور كان مركاتي الله صلى الله عليه وسلم عفاف الله والله وعلى مركا ينقوشون